أسدل الستار اليوم عن الدورة 16 لمعرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 والدورة 7 لمعرض الدفاع البحري نافدكس 2023، ولم يقتصر المعرضان على عرض أحدث الأنظمة الدفاعية فحسب، فقد تواجد عدد من المبتكرين من أنحاء العالم. أنا حاصل على 9 براءات اختراع الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا اختراع رقم 7 وهو عبارة عن طلقة نفسها تحتوي على زناد وعلى فتيل متفجر وعلى بارود، بحيث انها لو ضربت الحائط راح يشتغل الزناد والفتيل المتفجر والبارود وترجع عكس، ترجع على العدو من ظهره. فاذا انا اطلقت النار على من مبنى الى مبنى ودخلت الطلقه الى الحائط الى داخل غرفه وضربت الحائط راح ترجع عكس. فتخيلي لما يكونون 20 25 طلقه وكلهم راح يرجعون ظهر العدو، فاصابته راح تكون حتميه يعني. وتقوم الدورة 30 من آيدكس ونافدكس بتسليط الضوء على أبرز المنتجات والحلول والتقنيات المبتكرة الكفيلة برسم ملامح مستقبل آمن للجميع. أسس شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية ومتخصصة في تطوير المشاريع للقوات المسلحة، وأصبحت اليوم شريك استراتيجي في المشاركة في المعارض العالمية في مجال الاختراعات ومجال الابتكارات ومجال التطوير في الأنظمة العسكرية وفي مجال تطوير الآليات العسكرية. وتقوم هذه الدورة من المعرضين جولة مسار الابتكار، وهي تشكيلة منتقى بعناية من المنتجات المبتكرة المعروضة لتنقل الزوار في رحلة للتعرف على المنتجات الأفضل من ضمن آلاف الابتكارات المشاركة. يعتبر آيدكس ونافدكس 2023 منصة للمخترعين والمبتكرين من كل أنحاء العالم. لمركز أخبار قنوات أبوظبي ندى الزعابي، أبوظبي.